الآب والابن الروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن الروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. نلتقي مع القديس كيرلس الكبير في تفسيره لإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير الإصحاح الرابع الكتاب الثاني الجزء الخامس الفصل الخامس الجزء الرابع من تفسير إنجيل يوحنا القديس كيرلس الكبير. هيكمل القديس كيرلس في الجزء الباقي بقية الإصحاح الرابع. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعبهم. ها هو في النهاية يكشف لهم عن السر كله، وإذ قد أزال ستر الكلمات الغامضة جعل ما يقصده من معنى جليا للغاية، لأن المخلص وهو محب الأنبياء ومحب الرسل لم يجعل تعب أولئك منفصلا عن أيدي الرسل، ولا نسب إلى الرسل القديسين على الإطلاق المجد الخاص بأولئك الذين يخلصون بالإيمان به، بل إذ خلط تعب كل منهم مع تعب الآخر في شركة العمل الواحد يقول إن كرامة الواحد هي كرامة للاثنين معا، فهو يؤكد أن الرسل قد دخلوا على تعب الأنبياء القديسين فلم يجعلهم يقفزون فوق صيت الذين سبقوهم، بل يحثهم بالحري أن يكرموهم إذ سبقوهم في التعب والزمان. وهذا أيضا درس نافع وجميل لنا، فمن ذا الذي يرفض أن يقر بهذا الأمر؟ في تعليق القديس كيرلس على قول ربنا يسوع المسيح أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، بيقول إن في وحدة كاملة ما بين الأنبياء والرسل، وكأني ربنا ما أردش إن الأنبياء يكملوا لوحدهم، ولكن انتظرونا احنا كمان لغاية ما ندخل في الإيمان ونصير كلنا مؤمنين بالثالوث القدوس. وإن كان الأنبياء هم اللي زرعوا وهم اللي حرثوا الأرض اللي هي البشرية اللي قدموا لها الإيمان بالله الواحد، فجم الرسل وكملوا عمل الأنبياء. عشان كده قديس كيرلس يقول إن كرامة الاتنين كرامة مشتركة، مفيش واحد أحسن من التاني، والتلاميذ مش ليه ملهمش صيت أعلى من الرسل من الأنبياء، هما الاتنين في شركة العمل الواحد. العدد 39 فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعلت. ها هو إسرائيل قد دين هنا مرة أخرى، وبسبب طاعة السامريين واستعدادهم للإيمان يوبخ بأنه غير راغب في المعرفة وقاسي القلب، لأن الإنجيل يتعجب جدا بسبب كثرة الذين آمنوا بالمسيح قائلين بسبب كلام المرأة، على الرغم من أن الذين تهذبوا بناموس المعرفة قبلا لم يقبلوا لا كلمات موسى ولا أقروا أن عليهم أن يؤمنوا بأقوال الأنبياء. وهو بتلك الكلمات يمهد الطريق قبلا أو بالحري بحكمة يدافع مسبقا أن إسرائيل يجب وبحق أن يطرح بعيدا عن النعمة والرجاء الذي في المسيح. وعوضا عن ذلك يأتي ملء الأمم أو الغرباء الذين هم أكثر طاعة. بإيمان السامريين ظهر إن بني إسرائيل أدينوا بسبب عدم طاعتهم، ووبخوا شعب بني إسرائيل توبخ بسبب إنه ما عندوش رغبة في الإيمان أو في المعرفة، لأن الإنجيلي ماري يوحنا بيستغرب جدا بسبب السامريين الكتير جدا اللي آمنوا بربنا يسوع المسيح، واللي آمنوا بواسطة امرأة خاطئة من نظره. على الرغم من كده نلاقي إن اليهود أو الإسرائيليين اللي جالهم الناموس على يد موسى كنوع من أنواع المهذب والمؤدب إن هو يخليهم يعرفوا ربنا معرفة أكتر وأعمق، إلا إنهم ما آمنوش بأقوال الأنبياء. وبالتالي القديس يوحنا بيأكد بالكلمات دي
ان كتير من السامريين امنوا، عاوز يأكد ان كمان اسرائيل هيطرح بعيد عن الرجاء والنعمة بسبب رفضه للايمان بالمسيح، وبالتالي الامم والغرباء هيدخلوا للايمان بالمسيح. عدد 40 و 41. فلما جاء اليه السامريون سألوه ان يمكث عندهم، فمكث هناك يومين، فآمن به أكثر جدا بسبب كلامه. يشرح الإنجيل ما حدث في كلمات بسيطة، ومرة أخرى يهيئ برهان آخر إن إسرائيل بعدل يجب أن يطرح من رجائه وأن يطعم الغرباء في هذا الرجاء، وأن يطعم الغرباء في هذا الرجاء، لأن اليهود بزنونهم المرة والتي لا تطاق كانوا يقاومون يسوع بالرغم من إجرائه العديد من المعجزات أمامهم، وقد سطع بمجده، بل ولم يخجلوا من أن يندفعوا في غضب شديد ليطردوه، وفي غيرة جامحة يخرجونه خارج مدينتهم، وهو الذي يهبهم كل الفرح. بينما يقتنع السامريون بسبب كلام المرأة ويرجونه أن يأتي إليهم على وجه السرعة، وعندما أتوا إليه بدأوا في غيرة يتوسلون إليه أن يأتي إلى مدينتهم وأن يهبهم كلمة الخلاص، وسرعان ما استجاب المسيح لهم عالما أن النعمة ستثمر فيهم لأن كثيرين آمنوا بسبب كلامه. فليعرف إذن من يحب الله ويتقيه أن المسيح يبتعد عن الذين يحزنونه، لكنه يسكن في الذين يفرحونه بالطاعة والإيمان الصالح. في تعليق القديس كيرلس على العددين 40 و 41 بيقول إن الكتاب المقدس بيشرح لنا في كلمات بسيطة اللي حصل، وبيبين إزاي إسرائيل المفروض يبعد عن الرجاء المعد بسبب عدم إيمانه، والمفروض ينالوا الرجاء هم الغرباء أو الأمم، ويطعموا في الرجاء اللي كان المفروض الرجاء ده يبدأ في الأساس من اليهود، لأن اليهود طردوا ربنا يسوع المسيح، قاوموه رغم المعجزات، وطردوه من مدينتهم، وكانوا عاوزين يرموه من فوق الجبل زي ما شفنا في الأناجيل. وعلى الجانب الآخر نلاقي السامريين العكس، يؤمنوا بربنا يسوع المسيح بسبب كلام المرأة، ويترجوه إن هو يجي لهم، ولما يجي لهم يتوسلوا انه يدخل مدينتهم ويهبهم كلمة الخلاص، وربنا يسوع المسيح استجاب لهم لانه عارف ان النعمة هتثمر فيهم، زي ما قال الكتاب ان كثيرون امنوا بسبب كلامه بقى، مش بس كلام المرأة. عشان كده كل واحد بيحب ربنا ويتقيه لازم يعرف ان المسيح بيبتعد عن الذين يحزنونه، وهنا الابتعاد مش معناه ان هو بيتركهم، ولكن هم اللي بيتركوه. الله قريب من كل احد، ولكن اللي يفرح ربنا بالطاعة والايمان يجد ان الله يسكن في قلبه على الدوام. العدد 42، وقالوا للمرأة اننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لاننا نحن قد سمعنا ونعلم ان هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. ها هو إيمان السامريين ينبع من عظائم الأمور وليس مما تعلموه من آخرين، بل مما تعجبهم أنفسهم بسماعه بأذانهم، لأنهم يقولون إنهم يعرفون إنه هو مخلص العالم حقا، جاعلين من الاعتراف برجائهم فيه عربون إيمانهم. هنا بين قديس يوحنا إن السامريين ما بس مش بس أمنوا بكلام المرأة السامرية، ولكن كمان أمنوا بسبب كلام ربنا يسوع المسيح اللي سمعوه، وحكموا على جودة التعليم وسلطان التعليم بنفسهم، وتعجبوا من اللي سمعوه، وخلوا اعترافهم برجائهم إن المسيح هو مخلص العالم هو عربون إيمانهم. يعني إيه؟ يعني الرجاء هو إني أنا لي نصيب في هذا المخلص، فخلوا رجائهم يعني نصيبهم أو شعورهم بأن في نصيب ليهم في المخلص يكون هو بداية لإيمانهم بهذا المخلص ربنا يسوع المسيح.
عدد 43 و44. وبعد اليومين خرج من هناك ومضى إلى الجليل، لأن يسوع نفسه شهد أن ليس لنبي كرامة في وطنه. ها هو يرحل من السامرة وقد بذر كلمة الخلاص، وككرام خبأ الإيمان في الساكنين هناك لكي لا يظهر أسير الصمت في الذين قبلوه، مدفونا بعمق وفي سكون، بل بالحري حتى ينمو في نفوس الجميع منتشرا ومتقدما إلى الأفضل، متناميا في قوة أكثر. لكن إذ يمر بالناصرة الواقعة في الوسط، حيث قيل إنه نشأ وتربى ليبدو إنه مواطن من أهلها، وإذ راح يهبط متجها نحو الجليل، فإنه يشرح للضرورة أمر مروره بها، ويقول إن يسوع نفسه قد شهد أن ليس لنبي كرامة في وطنه، لأن من طبيعتنا أن لا نفكر ونهتم بما اعتدنا عليه، حتى إن كان عظيم القيمة، ولم يفكر المخلص أن يطلب كرامة أبدا منه، كإنسان يطلب مجدا باطلا وكمدع، بل عرف جيدا أنه حتى بالنسبة للذين لا فكر لهم على المرء أن يوقر معلمه، فإن كلمة الإيمان لم تعد حلوة أو مقبولة. لهذا السبب إذن عبر عليها دون أن يبذل مزيدا من جهد مع قوم لا ينتفعون، وحتى لا يضع نعمة أمام محتقريها، لأنه من غير المعقول أن الذين أخطأوا كثيرا يتركون بلا عقاب، إذ قيل ودون ما شك إنهم سوف يلقون أقصى عقوبات، لأنهم يعرفونها ويحتقرونه ويزدرون بعطية جديرة بكل إعجاب. كمل القديس كريلوس ويعلق على خروج ربنا يسوع المسيح وذهابه للجليل، ويقول إن ربنا يسوع المسيح رحل من السامرة بعد ما خلى كلمة الخلاص تبذر زي بذرة، وهو ككرام حكيم خبأ الإيمان في كل الساكنين في السامرة عشان ما يظلش الإيمان مخبأ ومصموت عنه، لا ده معلن في كل نفس قبلت الإيمان. وفي نفس الوقت يبدأ الإيمان ينمو في نفوس الجميع. وبعد كده طلع من السامرة ومر على الناصرة اللي هو اتربى ونشأ فيها، وهو يعتبر طبعا واحد من مواطنين الناصرة. ولما راح للجليل، فقديس يوحنا بيشرح لنا ان مرور ربنا يسوع المسيح على الجليل هو امر ذات ضرورة، ولكن حسب شهادة ربنا يسوع المسيح مفيش نبي ليه كرامة في وطنه أبدا، دايما الوطن بيضطهد النبي، وده ربما بنشوفه إلى الآن. لما يكون في خادم ناجح ربما يجد مضايقات من كنيسته، لما يكون في شخص ناجح في أسرة ربما يجد مضايقات في بيته، ربما نلاقي موظف ناجح في مكانه نلاقي مضايقات من زملائه الأقربين. فده مبدأ موجود ربنا يسوع المسيح بيشير إليه في البشرية، طبعا مش مبدأ سليم ولكن مبدأ موجود في طبيعة البشر. وقديس كريلوس بيقول لنا مش من طبيعتنا إن احنا ما نفكرش أو ما نهتمش باللي اعتدنا عليه، حتى لو كان اللي بنفكر فيه ده عظيم القيمة. وربنا يسوع المسيح أبدا عمره ما طلب كرامة، ولا هو كإنسان عادي بيطلب مجد باطل أو كإنسان مدعي القداسة بيعمل كده أبدا. ربنا يسوع المسيح هو الإله الحقيقي اللي مش محتاج مجد من أي حد. ويجب على المرء أنه يوقر معلمه، عشان كده عبر على السامرة على الجليل بدون ما يعطيهم كلمة خلاص أو كلمة إيمان، لأنها مش مقبولة بالنسبة لهم. عشان كده ربنا يسوع المسيح ما قدمش أي
جهد زيادة مع ناس مش هتنتفع بالكلمات، ولا وضع نعمة أمام محتقرين. مينفعش نحط نعمة قدام حد بيحتقرها، لا، النعمة تعطى لمن يقدرها وليس لمن يحتقرها. مش معقول أبدا إن اللي يخطئ يترك بدون عقاب، عشان كده الجليليين هينالوا عقوبات لأنهم عرفوا ربنا يسوع المسيح، على الرغم من كده احتقروه وازدروا بيه. ورغم إنه أعطاهم عطايا كتير يتعجب منها كل شخص. العدد 45. فلما جاء إلى الجليل قبله الجليليون إذ كانوا قد عاينوا كل ما فعل في أورشليم في العيد، لأنهم هم أيضا جاءوا إلى العيد. لم يكن استقبال الجليليين ليسوع من دون سبب، فقد اندهشوا للأعمال العجيبة التي رأوه هم أنفسهم يجريها بتوقيرهم له، بسبب إدانته لحماقة اليهود من جهة، وتمتعهم بعظيم المشاعر الصالحة التي فاقت مشاعر الذين تهذبوا بالناموس من جهة أخرى. استقبال الجليليين لربنا يسوع المسيح ما كانش بدون سبب، لا، سببه أنهم شافوا المعجزات العجيبة اللي ربنا يسوع المسيح عمل، ووقروا جدا ربنا يسوع المسيح نتيجة أنه أدان حماقة اليهود، وأن الجليليين تمتعوا بمشاعر صالحة فاقت مشاعر اليهود اللي في أورشليم اللي تهذبوا بالناموس. عشان كده ربنا يسوع المسيح فرح باستقبال الجليليين ولكنه عدى عن الناصرة بدون أن يدخل. فجاء يسوع أيضا إلى قانا الجليل حيث صنع الماء خمرا. يحب المسيح السكن وسط ذوي الميول الحسنة، وأن يسكن بين الذين يتقدمون في إدراك ومعرفة المنافع التي يمنحها لهم، فيعطيهم مزيدا من العطايا الصالحة. لهذا فهو يأتي ليجري المعجزات في قانا، عالما إنه من النافع إضافة مزيد من المنفعة للساكنين فيها. فمن جهة إنه من خلال ما صنعه هناك من معجزات تكون الفكرة التي سبق أن زرعها في عقولهم قد لاقت قبولا في أذهانهم، ومن جهة أخرى إنه يقدر على كل شيء. ربنا يسوع المسيح جه لقانا الجليل اللي عمل فيها أو حول فيها المية إلى خمر في الإصحاح التاني، وقديس كيرلس بيعلق ويقول إن ربنا يسوع المسيح بيحب يسكن في وسط الناس اللي عندهم ميل للأمور الكويسة الصالحة، ويسكن في اللي بيتقدموا في إدراك ومعرفة المنافع اللي يمنحها لهم، عشان كده بيعطيهم مزيد من العطايا الصالحة. وهو جه في قانا عشان يصنع معجزات. ليه؟ لأنه عارف كويس إن مزيد من المعجزات في بلد عندها ميول حسنة ورغبة في الإيمان هو هيصير منفعة لكل الساكنين. عشان كده من خلال صنع المعجزات يأكد على الفكرة اللي اتزرعت في عقولهم لما صنع الماء، حول الماء إلى خمر، ومن جهة تانية إن هو يأكد لهم فكرة إنه قادر على كل شيء، وبالتالي يظهر لهم لاهوته. العدد 47 و48. وكان خادم للملك ابنه مريض في كفر نحوم، هذا استمع أن يسوع قد جاء من اليهودية إلى الجليل، انطلق إليه وسأله أن ينزل ويشفي ابنه لأنه كان مشرفا على الموت. جاء خادم الملك إلى القادر على الشفاء، لكنه لم يكن قد أدرك بعد أنه بالطبيعة هو الله، فدعاه قائلا يا سيد، لكنه لم يكن يقدم أبدا إن ذاك كرامة الربوبية الحقيقية، لأنه لو فعل ذلك لسجد في الحال وتوسل إليه، لا لكي يأتي إلى بيته بأية وسيلة وأن يحل على الصبي المريض، بل بالحري كان يترجاه أن يأمر المرض بسلطانه الإلهي فيتركه في الحال، لأنه ما حاجة المسيح أن يكون حاضرا مع المريض، وهو الذي من السهل جدا عليه أن يشفي حتى وهو غائب.
وكم كان من انعدام الفهم تماما ألا يفترض أن المسيح أقوى من الموت، وألا يكتشف أنه هو الله وله وحده القدرة الإلهية. خادم الملك جاء لربنا يسوع المسيح اللي هو القادر على كل الشفاء، لكنه مكاش وهو عنده إدراك أن ربنا يسوع المسيح هو الله، عشان كده قال له يا سيد، وما كانش بيعترف بكرامة ربوبية ربنا يسوع المسيح، لأنه لو كان بيؤمن بربوبيته كان سجد له وتوسل إليه، مش عشان يجي لبيته ولكن عشان يؤمر المرض بسلطانه فيتركه في الحال أيا كان مكان ربنا يسوع المسيح، لأني مش شرط يكون ربنا يسوع المسيح حاضر أو غايب إن هو يشفي، هو يشفي من أي مكان، لأن هو المسيح القوي القادر على الموت. العدد 48، فقال له يسوع: لا تؤمنون إن لم تروا آياته وعجائب. المخدوعين لهم عقل جامد، لكن قوة صنع العجائب التي لذاك الذي يدعو الآخرين إلى الإيمان لا هي قوة أكثر اقتدارا، لهذا يقول المخلص عنهم إنهم يحتاجون إلى الأعاجيب حتى يسهل تهذيبهم من جديد إلى ما هو نافع، فيقر معترفين بمن هو الله بالطبيعة. ربنا يسوع المسيح بيوجه كلامه لكل الجموع اللي واقفة حوالين خادم الملك، ويقول له أنتم مش بتؤمنوا إلا لما تشوفوا آيات وعجائب. قديس كيرلس بيعلق ويقول إن اللي بيتخدعوا من ضلالات العالم وتعاليمه غير النافعة هو ليهم عقل جامد، عقل غير مرن، لكن قوة صنع العجائب ليها قوة أكتر اقتدار، عشان كده ربنا يسوع المسيح بيقول إنهم يحتاجوا إلى المعجزات عشان يسهل على ذهنهم إنه يتهذب ويتدرب ويلين من جديد، ويقدروا يعترفوا ويقروا أن ربنا يسوع المسيح هو الله بالطبيعة. قال له خادم الملك: يا سيد انزل قبل أن يموت ابني. يا لضعف إدراك ذلك الرجل النبيل، إذ هو طفل في توسله من أجل النعمة، ويبدو تقريبا وكأنه يهزي دون أن يدري، لأن الإيمان بأن للمسيح قوة على الشفاء حتى وهو غائب وليس حاضرا فقط لكفيل أن يهبه إدراكا لشخص المسيح وحقيقته. لكن الرجل تصرف وتكلم عن جهل، فهو يسأل من أجل قوة تخص الله وحده، ولا يعتقد أن المسيح يستطيع عمل كل شيء مثل الله، ولا إنه الأقوى من الموت، رغم أنه يرجوه متوسلا أن ينفعه بقدرته في علاج ابنه، لأن الصبي قد أوشك على الموت. قعد الراجل خادم الملك يتوسل ربنا يسوع المسيح ويقول له انزل بسرعة قبل ما ابني يموت. قديس كرولوس يقول ان هو عنده ادراك ضعيف لشخص ربنا يسوع المسيح، رغم انه راجل نبيل، ده خادم للملك، يعني عارف البروتوكولات في التعامل مع الملك، وازاي يكون في اتيكيت وفي لباقة في الكلام. على الرغم من كده كان طفل في توسله من أجل النعمة، كان طفل ما يقدرش يتوسل بأسلوب راقي لأنه مش قادر يدرك من هو الذي يقف أمامه. قديس كرولوس يقول عنه أنه بيهزي دون أن يدري، هو مش بيقول كلام هو مش مدركه، لأن المسيح قادر على الشفاء حتى هو غايب أو حاضر، وهو قادر انه يهيب ادراك كمان لشخصه وحقيقته. ربنا يسوع قادر ان يهب خادم الملك ادراك لشخصه وحقيقته، لكن للاسف الرجل تصرف وتكلم عن جهل، وبيسال ربنا يسوع المسيح كان القوه دي خاصه بالله وحده، وان المسيح ما يقدرش يعملها زي ربنا، وكأن المسيح هو مش ربنا.
العدد 50. قال له يسوع: اذهب، ابنك حي. بالرغم من اعتقاد الرجل في حتمية حضور المسيح شخصيا، إلا أن المسيح لا يرفضنا بسبب افتقارنا إلى الإدراك والتمييز، بل كإله يحول حتى العثرة إلى منفعة. فإن ما يظن الرجل إنه سيثير إعجابه إن فعله المسيح، هذا هو ما يعلنه له المسيح حتى دون أن يفعله. وبهذا فإنه يظهر تماما إنه المعلم لكل الأمور المحببة جدا، وإنه هو المعطي الصالحات لمن يسألون، لأنه بقوله اذهب ابنك حي نرى في كلمة اذهب الطريق إلى الإيمان، وفي ابنك حي تحقيق اشتياقات قلبه ممنوحة له بفيض سخاء الله وسلطانه. اتكلم ربنا يسوع المسيح مع خادم الملك وقال له روح اذهب، خلاص ابنك حي. وعلى الرغم من ان الراجل عنده قناعة ان المفروض المسيح يبقى موجود بشكل شخصي عشان يشفي الولد ابنه، الا ان المسيح ما بيرفضش ابدا حتى الفقر في الادراك والتمييز لشخصه الالهي، لكنه كإله يحول حتى العثرة إلى منفعة. العبارة دي جميلة أوي. العثرة الشيء اللي بيعوق الإيمان، ربنا يسوع المسيح بيحوله إلى منفعة. إزاي؟ لأن اللي الراجل بيعتقد إنه ممكن يثير إعجابه لو فعله المسيح، المسيح بيعلنه دون أن يفعله. الراجل مؤمن ان هذا الشخص اللي اسمه يسوع يستطيع بقوة الله انه يشفي ابنه، لكن هو نفسه ما يقدرش يعمل كده لوحده. يعني ده قناعة الراجل خادم الملك. فربنا يسوع المسيح بدون ان يفعل يثير اعجابه لما يقول له ابنك حي خلاص. عشان كده بالطريقة دي هو بيظهر انه معلم لكل الأمور المحببة جدا. وبالطريقة دي هو خلى العصرة اللي هي إيه العصرة هنا؟ العصرة هنا هي العقبة اللي عدم حضور المسيح بشكل شخصي للابن، فربنا خدها وحولها للمنفعة. إزاي؟ قال له خلاص ابنك حي مش لازم حضوري. ولما قال له مش لازم حضوري أو يعني ابنك حي والولد اتشفى، ده معناه إن المسيح هو الله، فهو قاد عقل وذهن خادم الملك لكي يؤمن بأن المسيح هو الله. لأنه لما قال له اذهب، القديس كيرلس بيقول له اذهب إلى الطريق إلى الإيمان. ولما قال له ابنك حي كأنه بيقول له خلي بالك اشتياقات قلبك اتحققت. في العدد 50-51، فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب، وفيما هو نازل استقبله عبيده واخبروه قائلين إن ابنك حي. إن أمرا واحدا للمخلص قد شفى نفسين، إذ أيقظ في خادم الملك إيمانا كان غائبا، وأقام الطفل الميت من الموت الجسدي. ومن الصعب التكهن من شفي أولا، الخادم أم ابنه؟ وإني أظن أن كليهما قد شفي في آن واحد، فالمرض قد رحل عند صدور الأمر من المخلص، إذ قابله عبيده وأخبروه عن شفاء الصبي مظهرين في نفس الوقت سرعة الأوامر الإلهية. فهذا ما أمر به المسيح بكل حكمة وبحدوث ما كان يبرهنون على ضعف سيدهم في الإيمان. أبو الولد الخادم الملك آمن بالكلمة اللي ربنا يسوع المسيح قالها له ومشي. وهو نازل قابله عبيده قالوا له ده ابنك حي. المسيح ربنا وإلهنا قديس كيرلس يقول إنه شفى نفسين في وقت واحد. أيقظ الإيمان في نفس خادم الملك، وأيقظ الحياة في داخل جسد الطفل الميت. قديس كيرلس يتعجب ويقول احنا ما نعرفش امتى
مين يتشفى فيهم الأول، ولكن الظاهر إن الاتنين في وقت واحد. ولما قابلوا عبيده أظهروا سرعة الأوامر الإلهية، إن قد إيه أمر ربنا يسوع المسيح سريع، لأنه أمر إلهي مش أمر بشري. ولما قالوا له إن ابنك حي، ده بيدلله على إن خادم الملك كان ليه إيمان ضعيف. عدد 52 ل 54، فاستخبرهم عن الساعة التي فيها أخذ يتعافى، فقالوا له أمس في الساعة السابعة فرقته الحمى، ففهم الأب أنه في تلك الساعة التي قال له فيها يسوع أن ابنك حي، فآمن هو وبيته كله. هذه آية ثانية صنعها يسوع لما جاء في اليهود من اليهودية إلى الجليل. استفسر منهم عن ساعة تعافي ابنه المريض، ليبرهن ما إذا كانت متوافقة مع زمن النعمة. ولما أيقن أن هذا ما تم ولا شيء سواه، نال الخلاص هو وكل بيته، إذ نسب قوة المعجزة للمسيح المخلص الذي وهبه إيمانا أقوى كثمرة لتقدمة شكره على تلك الأمور. لما عبيد الخادم الملك قابلوه قال لهم هو الولد اتشفى امتى؟ قالوا له امس في الساعة السابعة دي يعني واحدة الظهر الحمى تركته. فالاب فهم ان دي الساعة اللي ربنا يسوع المسيح قال له ابنك حي، فآمن هو واهل بيته. قديس يوحنا بيقول ان دي آية تانية صنعها يسوع، والآية الاولانية كانت عرس قانا الجليل. وحب الأب يسأل عشان يشوف هل فعلا قول ربنا يسوع المسيح كان متزامن مع فعله أو زمن النعمة زي ما بيقول، وتأكد إن ده اللي حصل فعلا، وإن بسبب كده هو نال الخلاص هو وأهل بيته. ولما نسب قوة المعجزة للمسيح ربنا يسوع المسيح وهبه إيمان أقوى كثمرة لتقدمة شكره على شفاء ابنه. نختم عزة القديس كيرلس اللي أنارت عيوننا وقلوبنا، ونلتقي معاه في تفسير الإصحاح الخامس. ولربنا كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى الأبد، آمين.